دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. انت المفروض النهاردة اعتدال ربيعي بقى. المفروض يا شاذلي، بس شايفين ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لسه مستمر معانا. برد جدا يا ليندا واحنا نازلين. جدا يا هدير، ولسه مستمر معانا الايام اللي جاية كمان للأسف. اتفضلي. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع انه النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون برد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء. في النهاردة كمان نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشمال الوجه البحري. هتمتد خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحرارة، خلونا نروح للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، المفروض النهاردة يكون موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا، ولكن لسه بنشوف فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. هل هيستمر انخفاض درجات الحرارة الفترة اللي جاية، ولا إيه الأخبار بقى؟ إمتى هنحس بأجواء الربيع؟ بالفعل يا فندم، يمكن النهاردة آخر يوم في فصل الشتاء، وفصل الربيع هيبتدي غدا إن شاء الله. لكن احنا بداية من اليوم في انخفاض في درجات الحرارة، لأن احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ورياح شمالية شرقية على سطح البحر المتوسط، بيعملوا على انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. يمكن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 6-7 درجات. بالفعل الطقس خلال فترة النهار بيكون مائل للبرودة، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى. لكن محافظات جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد ما زالت درجات الحرارة عليهم مرتفعة، والطقس خلال فترة النهار مائل للحرارة. لكن مع دخول ساعات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وخاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق، خاصة بيكون خلال ساعات المساء، بيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. كمان اليوم في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، طبعا معها فرص لسقوط الأمطار، وكميات الأمطار بتكون خفيفة ومتوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري. كل ما تقدمنا للداخل كل ما كميات الأمطار وفرصها كانت أقل، يعني احنا نتعرض لسقوط أمطار على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد خلال ساعات الليل، لكنها فرص سقوط أمطار خفيفة ومجمل الأمطار غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع، يمكن كمان تكون ذروة انخفاضات درجات الحرارة هتكون يوم الثلاث والأربع الجايين، هتسجل فيها العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع استمرار طبعا نشاط الرياح اللي يخلينا نحس بالقيم درجات حرارة أقل من كده كمان. طب وإمتى يا دكتور هنحس بفصل الربيع؟ يعني إمتى هتبتدي ترتفع درجات الحرارة؟ هي طبعا لسه احنا على مدار هذا الاسبوع انخفاض في درجات الحراره، يمكن ان شاء الله مع يوم الجمعه والسبت القادمين تبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا، تبدا تعود للمعدلات. لكن هي الفتره دي الى يعني خلال شهر ابريل كمان هتفضل فتره تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، بس ان شاء الله من الاسبوع المقبل تبدا درجات الحراره ترتفع ونبدا نحس بالاجواء الربيعيه الدافيه خلال فتره النهار ان شاء الله يا دكتور. يعني مشاهدينا، كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع بعض درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 18 والصغرى بتسجل 9، الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 8، سيوة العظمى كمان 17 والصغرى 7، بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10، دمياط العظمى 17 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 8، السويس العظمى 19 والصغرى بتسجل 10. هنروح للعريش العظمى 16 والصغرى 8، سانت كاترين العظمى 20 والصغرى
والصغرى 3، طابق العظمى 18 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15، الغردقة العظمى 23 والصغرى 14، الفيوم العظمى 21 والصغرى 8، بني سويف العظمى 21 والصغرى كمان 8، المنيا العظمى 22 والصغرى بتسجل 9. هنروح لأسيوط العظمى فيها 24 والصغرى 9، سوهاج العظمى 26 والصغرى كمان 9، قنا العظمى 26 والصغرى 10، الأقصر بتسجل 27 والصغرى 12، أسوان بتسجل 29 والصغرى 13، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 12، شلاتين العظمى 27 والصغرى 14، وأخيرا حلايب العظمى 25 والصغرى بتسجل 15. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لنا.